بحضور عدد من البطاركة والمطارنة وشخصيات رسمية ودينية وشعبية، أقيمت في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم احتفالات بعيد الميلاد المجيد للكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ها هي مدينة السلام بيت لحم تحتفل بأعياد الميلاد المجيدة التي تسير حسب التقويم الشرقي، فبدأت الاحتفالات باستقبال المطارنة والبطاركة في ساحات كنيسة المهد، وكان في الاستقبال شخصيات دينية ورسمية وشعبية عبروا عن أمانيهم بأن تتحقق بميلاد يسوع المسيح ملك المجد والسلام. امتلأت شوارع وأزقة وكنائس بيت لحم بالمحتفلين بهذا اليوم الذي ينتظره الجميع، ميلاد رسول المحبة حسب التقويم الشرقي، بتواجد المجموعات الكشفية والمؤمنين. فاستقبلت المدينة أولاً مطران السريان جابرييل دحو باستقبال رسمي وشعبي، والمطران الأقباط الأنبا الدكتور أنطونيوس، وبطريرك الروم الأرثوذكس في القدس وسائر أعمال فلسطين غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، ومطران الأحباش الأب أمباكوب. هذا وكانت الاحتفالات قد بدأت منذ الصباح وحتى ساعات الصباح من اليوم الثاني من احتفالات وقضاديس وأمسيات ميلادية، وقد عمت الفرحة جموع الحاضرين بهذه الأعياد الميلادية المجيدة التي تحمل رسالة المحبة والسلام بميلاد ملك المجد الطفل يسوع المولود في مغارة ومذود حقير في بيت لحم. وقد كانت الرسالة من بيت لحم من قبل المطارنة والمؤمنين بأن يحل السلام في أرض السلام التي تفتقر إلى السلام الحقيقي. رسالتنا هي رسالة لكل العالم أنه ربنا يديم المحبة والسلام ويحقق أماني وأحلام كل شخص في هذه السنة الجديدة، ونتمنى للعالم كله السلام والمحبة وكل عام وانتم بخير. في هذا اليوم اللي بتستقبل فيه بيت لحم رؤساء الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي، نتمنى لجميع المحتفلين بالأعياد الميلادية المجيدة عيد ميلاد مجيد وسعيد، وسنة جديدة ملؤها الخير والبركة لجميع أبناء شعبنا ولجميع المحتفلين بالأعياد الميلادية، وإن شاء الله العام القادم بيكون علينا عام خير وبركة بتحقيق أهدافنا الوطنية بالحرية والاستقلال، وعاصمتنا إن شاء الله القدس، وكل عام والجميع بخير. اليوم موجودين نحن لاحتفالات عيد الميلاد المجيد. طبعا من الصبح كانت وصول مواكب المطارنة والبطاركة لمدينة بيت لحم ليقيموا الاحتفالات والصلوات والأدعية للرب الإله العلي القدير لحتى يعيد علينا هاي الأعياد على السلام والمحبة والأمن والأمان. طبعا من مدينة بيت لحم رسالتنا رسالة الفرح، رسالة السعادة، رسالة الأمل اللي بتنبع من داخل القلب لحتى تعم أرجاء العالم، لنتطلع وعينينا تكون على طفل المغارة اللي ولد في مغارة متواضعة، مغارة فقيرة، لحتى يعطي الناس الأمل بحياة جديدة. كل سنة سالمين الجميع. اليوم نحن نحتفل بالاحتفالات الميلادية بالتقويم الشرقي لكافة الكنائس الأرثوذكسية، منها السريان الأرثوذكس الذي الآن دخل الموكب الرسمي لنيافته، وأيضا سوف الآن نستقبل الأقباط الأرثوذكس ثم الروم ثم الأحباش. هذا يوم فرحة للجميع، ونؤكد به من بيت لحم للعالم أجمع أننا نحن شرقيين وغربيين معا نحتفل بهذه الأعياد، وأننا دائما نحافظ على تقاليدنا وعلى ما هو خاص في أعيادنا الميلادية من فرحة خاصة بالحياة الشرقية التي منها انتقلت إلى العالم أجمع، ورسالة المحبة والسلام التي انتقلت إلى العالم أجمع. فنحن هنا نؤكد على إيماننا بكلمة الحق، بكلمة السلام، بكلمة ملك السلام، ونأمل أننا من هنا أن نحظى أيضا بالسلام في هذه البلد، ونكرر كل عام بخير إلى الجميع. نتمنى أن ربنا يحل بسلامه في كل قلوب البشر وكل قلوب الناس الساكنين هنا في كل أنحاء العالم،
ويملأ السلام كل أرض مصر وكل أرض فلسطين وكل العالم كله، وننشد مع الملائكة ترتيلة سمائية المجد الله في الأعالي على أرض السلام وبالناس المصر. إحنا ابتدينا نبحث عن السطحيات وليس جوهر الأعياد. نتمنى نعود كلنا إلى البحث عن جوهر العيد وهدف الميلاد الذي ولد من أجله السيد المسيح اللي هو خلاص البشرية. نتمنى الصحة والعافية لكل إنسان، نتمنى الصحة والعافية إلى جلالة ملك الأردن اللي نسمع عنه دائما كل خير، ونطمئن على كل ما تلمسه يداه. نتمنى له النجاح في كل عمل، نتمنى لكل إدارة الأردن، نتمنى لكل الشعب العربي، نقول لهم من هذا المكان، المكان الذي ولد فيه السيد المسيح، كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الأيام وأنتم في منتهى الصحة والعافية. رسالة محبة وسلام في هذا العيد رغم كل الظروف التي نعيش فيها، إلا أن الميلاد حسب التقويم الشرقي وحسب كل التقاويم ستبقى في مهد المسيح في بيت لحم، مستمرون هنا، هنا ولد المسيح وهنا سنبقى. يعني بداية احنا نوجه التهاني لجميع جماهير شعبنا واهلنا المحتفلين في عيد الميلاد هذا اليوم حسب التقويم الشرقي. شرطة محافظة بيت لحم والاجهزة الامنية اكملت كافة استعداداتها وبدأت بتنفيذ المرحلة الثالثة من الخطة المعدة مسبقا لتأمين الاعياد، بدأت بإنارة الشجر يوم 30 الشهر الماضي، وبعيد الميلاد حسب التقويم الغربي يوم 23 الشهر الماضي، واليوم المرحلة الثالثة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي. لحد الآن الأمور تسير بانتظام، الشرطة أخذت كل إجراءاتها والأمور تسير بانتظام، وإن شاء الله تتحقق رسالة الميلاد ألا وهي رسالة الفرح. كل عام وأنتم بخير. إحنا رسالتنا اليوم هي رسالة الشعب الفلسطيني، وهي رسالة كل العرب، وهي الرسالة الخالدة التي انطلقت قبل 2000 عام، المتمثلة برسالة الأنبياء والرسل والمحبة والسلام. هذه الرسالة التي يحاول الاحتلال ومن يقف خلفه أن يشوهها وأن يعيق وصولها إلى كل الناس. نحن نقول بأننا ما زلنا كشعب فلسطيني مصدر الإلهام ومصدر الاستقرار ومصدر الفرح الذي انبثق من هنا من على هذه الأرض وأسري به من القدس. ما زلنا نفتقد للسلام، نفتقد للمحبة، نفتقد للفرح بسبب هذا الاحتلال وبسبب هذا الظلم الواقع علينا، ولذلك سوف نستمر بهذه الرسالة، رسالة المحبة، رسالة الشعب الفلسطيني، رسالة الكرامة والعدالة والحرية حتى تتحقق على هذه الأرض ويسود السلام والمحبة. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.